بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في تأملنا هذه الليلة يمكن كلنا بنردد هذه الكلمة، ودايما مكتوبة على الفيس أو على الواتساب إن الكنائس مقفولة. بصراحة هذه الكلمة كلمة مؤلمة جدا، لأن في الحقيقة الكنائس مش مقفولة، الكنائس مفتوحة. وزي ما استقبلنا امبارح بيان غبطة أبينا البطريرك والآباء المطرنة آباء السنودس المقدس اللي بيحسونا في هذا البيان على الصلاة الفردية والصلاة العائلية، ففي الحقيقة كنايسنا مفتوحة دايما، لأنه طول ما الكنائس مفتوحة علامة رجاء إن الله مازال بيدينا فرصة دايما. كنايسنا مفتوحة دايما للصلاة الفردية وللسجود قدام القربان المقدس، ويمكن دي عادة جدا في زماننا الحاضر إن احنا نجلس مع القربان المقدس في صمت وفي وحدة، ونستمع إلى كلمات الله في حياتنا. فالكنائس مفتوحة إن احنا نيجي ونصلي صلاة فردية ونقعد قدام القربان المقدس في ساعة سجود فردية وفي زيارة للقربان المقدس. ميزة من مميزات كنيستنا الكاثوليكية أن القربان حاضر فيها 24 ساعة أيام سنة. فبيت القربان، يسوع سجين في بيت القربان اللي بينتظر زيارة، وكانت هذه العادة موجودة لغاية سنين قريبة، لغاية حوالي يمكن من 20 سنة. كان الأشخاص بياخدوا وقت في الزيارة، ويمكن هذه الظروف فرصة لينا إن احنا نحيي هذه العادة في حياتنا وفي كنائسنا وفي بيوتنا، إن احنا ننزل بدون أي طقوس وبدون أي صلوات جماعية، نجلس في خلوة مع القربان الأقدس. من سمات حياتنا النهاردة إن أصبحت حياة فيها دوشة وحياة فيها زحمة، فما أصبحش عندنا وقت إن احنا نقعد مع القربان المقدس، ولا أصبح عندنا وقت إن احنا نقعد حتى مع زواتنا. ويمكن جاءت هذه الأحداث علشان تعيد في حياتنا بعض الحاجات اللي فقدناها، زي زيارة القربان المقدس وزي التأمل الفردي والصلاة الفردية والصلاة العائلية وجلوس الأسرة مع بعض. اشتكينا مرارا وتكرارا انه ما اصبحناش في العائلة بناكل مع بعض، اصبح كل واحد ليه ميعاد بيجي فيه ياكل فيه وياخد ساندوتش ويجري. يمكن دلوقتي جت فعلا فرصة ان العائلات تجتمع، وانه الأسرة كلها تقعد مع بعض يوم واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين يوم مع بعض في مكان واحد. فدي من إيجابيات هذه الفترة اللي احنا بنعيش فيها، إن الإنسان فعلا يرجع تاني يصلي صلاته الفردية، يختلي مع كلمة الله، ويختلي مع القربان الأقدس في زيارة القربان. كنائسنا مفتوحة ونقدر إن احنا نتقدم ان احنا ناخد سر التناول في اي وقت، حتى لو ما كانش فيه قداس، لكن دايما في حضور ليسوع القرباني في الكنيسة في بيت القربان، وده امر بنكتشف قيمته وعمق معناه هذه الايام. الكنيسة مفتوحة معناها ان مازال باب الرحمة مفتوح، انه مازالت العلاقة مع الله نقدر ان احنا نستمر فيها. امتى نقول اغلق الباب؟ اغلق الباب في مثل العذارى الجاهلات في انجيل قديس متى 25. في انجيل متى 25 بنلاقي هذا الموقف المؤلم جدا، انه الجاهلات وفيما هن ذاهبات ليبتعنا، جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. هنا اغلق الباب، أغلق الباب، فجاءت بقية العذارى قائلة: يا سيد يا سيد افتح لنا.
أجاب وقال: الحق أقول لكن إني ما أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي فيها يأتي ابن الإنسان. هنا أغلق الباب. في متى 25 العدد 10 في فعلا إغلاق الباب، وهذه اللحظة اللي فيها الإنسان الغير مستعد بيكون متألم جدا. إذا إحنا محرومين من الكنيسة هذه الأيام، محرومين من التسبيح، محرومين من لقاء الله بشكل جماعي، فهي خبرة بتقول لنا إنه حرماننا من السماء إذا كنا بعاد عن الله قد كده كمان خبرة مؤلمة، قد كده كمان خبرة مؤلمة للأشخاص الجاهلين اللي اتقفل قدامهم الباب. إحنا مازال باب الكنيسة مفتوح وعندنا فرصة إن إحنا نجدد حياتنا، لكن في لحظة معينة فعلا بيغلق فيها الباب اللي بيقدمها لنا في متى 25 مع العذارى الجاهلات. فياريت نرجع تاني، نرجع تاني نعيد تفكيرنا في هذه الكلمة، إنه الكنيسة مفتوحة علامة رجاء، وإحساسنا بالوحدة وإحساسنا بالبعد عن الكنيسة، إنه مش بنسبح ربنا ومش بنلتقي بالله وسط الجماعة، هو إحساس بيختبره الإنسان الخاطئ أو هيختبره الإنسان الخاطئ في لقائه بالله لما يكتشف إن هو مش قادر يدخل السماء في حضور القديسين وفي حضور مريم العذراء وفي حضور الملائكة وفي لقائه المباشر بالله لقاء وجها لوجه. وبالتالي هي دي اللحظة المؤلمة فعلا اللي فيها بيغلق احتفالنا السنة دي بعيد القيامة وبالأسبوع المقدس، يمكن احتفال مختلف زي ما أشار بيان سيدنا البطريرك اللي بيكلمنا فيه عن أنه مش هيكون في احتفالات جماعية، لكن الاحتفال الروحي لم يلغى، احتفالنا بالعيد لم يلغى، احتفالنا بقيامة المسيح ما تلغاش، ما حدش لغى هذا الاحتفال. اللي اتلغى هو احتفالنا الجماعي لهذه الظروف اللي بنعيش فيها. وحرماننا من الاحتفال الجماعي، ياما في أشخاص من سنين محرومين من الاحتفال الجماعي زي ما أشرت في صفحة الفيسبوك من أيام، إنه في أشخاص من سنين محرومين من الاحتفال الجماعي وإحنا مش حاسين. في أشخاص مرضى بقالهم سنين على سرير المرض بيشوفوا الاحتفالات في التلفزيون ونفسهم إنهم كانوا يقدروا يشاركوا في الكنيسة ولكنهم كانوا محرومين. إن في أشخاص سجناء، إن في أشخاص معاقين عمرهم أو بقالهم سنين طويلة ما قدروش إنهم يحضروا الاحتفال الجماعي اللي إحنا بنحتفل بيه. إن في أشخاص موجودين في دول ما فيهاش كنايس وهم مش قادرين برضو من سنين وعندهم هذه الاشتياق وهذه الرغبة إنهم يشاركوا في احتفال جماعي. فالسنة دي يمكن فرصة إن إحنا نشعر بهذه الفئات اللي مش قليلة، المرضى والمسنين والمعاقين والسجناء والعمال اللي هم عايزين يدبروا دايما لقمة عيش لبيتهم ودايما بيضطروا يشتغلوا في الأعياد. فهذه الفرصة وهذا العام يمكن فرصة إن إحنا وإن إحنا نشعر بهذه الفئات اللي محرومة غصب عنها من حضور الأسبوع المقدس والأعياد في الكنيسة. أسبوع الآلام والعيد هذا العام بنحتفل بيه بشكل مختلف. كان قبل كده في الكنيسة في العصور الماضية كان أسبوع الآلام إن الناس بتسيب أشغالها وبيقضوا ساعات طويلة، وكده عشان كده عندنا في البسخات ساعات نهارية وساعات ليلية، لأن الناس في الحقيقة كانوا بيقعدوا طول الأسبوع ده في الكنيسة في الصباح وفي المساء بيصلوا كل ساعة في ساعتها وكل ساعة بيقروا قراءتها والتسبيحة وسكتة يجوم ويختموا كل ساعة بالطلبة ويعملوا المطنيات اللازمة كل ساعة ويقضوا طقوس كل ساعة، لأنهم في الحقيقة كانوا بتفرغوا للعبادة في هذا الوقت من أول جمعة ختام الصوم لغاية العيد، وبيحضروا كل البسخات نهارا وليلا. تقريبا الناس ما كانتش بتفارق الكنيسة، ويعني أصغر صورة يوم الجمعة العظيمة لما بنشوف في الكنائس إنه البسخة طول النهار كان كل أيام الأسبوع بالشكل ده. ويمكن كان عندنا رغبة في قلوبنا إن إحنا دايما أشغالنا بتمنعنا إن إحنا نغيب
او ناخد اجازات في الوقت ده. طب جت الفرصه، جاءت الفرصه فعلا ان احنا نتفرغ للصلاه ولكلمه الله في هذا الاسبوع، بعيد عن المشاغل وبعيد عن الشغل وبعيد عن كل شيء. وعشان كده احتفالنا بالعيد هذا العام بيخلينا في موقف توبه. وهنا احب انطلق من انجيل لوقا الاصحاح 15 اللي فيه خطيه الابن الاصغر وفي خطيه الابن الاكبر، وفي صوره الاب الرحيم اللي بيستقبل الاثنين. خلينا نطبق هذا المثل ونربطه بهذه الاحداث وهذه الايام اللي احنا بنعيش فيها. في الابن الاصغر وكانت خطيته معروفه، ان هو خارج البيت الابوي، ان هو بيخالف وصايا ابوه. وياما اشخاص في الاسبوع كانوا بيخالفوا تعليم الكنيسه، كانوا كل اهتمامهم بالعيد هو اهتمام خارجي، كل اهتمامهم بالعيد هو في الملابس، هو في الاكل، هو في الشرب، هو في السهرات، هو في الفسح، هو في امور اجتماعيه وعلاقات اجتماعيه. كتير كتير من الاشخاص ما كانش بالنسبه لهم هذا الوقت وهذا الاسبوع يمثل اي علاقه روحيه بالله او بالكنيسه. افتكر ان هذا العيد مختلف، ان بيخلي هؤلاء الاشخاص قدام التلفزيون قدام الصلاه، يعني الله بيخاطبهم، ويمكن ده يكون النداء الاخير. فدي فرصه انه الاشخاص البعيده ترجع لنفسها وتقول كم اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا ها هنا اهلك جوعا، اقوم وارجع الى ابي واقول له قد اخطات الى السماء واليك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بل اجعلني كاحد اجرائك. وافتكر ان رجوع هؤلاء الاشخاص سهل، لكن المشكله في خطيئه الابن الاكبر. خطيئه الابن الاكبر اللي كان عايش في البيت الابوي بيتمم كل الوصايا والفروض، ولكن في لحظه معينه اكتشف انه عايش في البيت كعبد. واحيانا كتيره احنا كمان كمسيحيين بنروح الكنيسه وبنتمم كل الطقوس المطلوبه مننا في هذا الاسبوع المقدس، احيانا بنكون غرباء، احيانا بنكون بنهتم بالشكليات، وفي وقت معين ممكن نقف قدام ربنا ونقول له ليا كام سنه بخدمك وما ادتنيش حتى جدي لألعب به مع اصدقائي. وهنا بنكتشف ان علاقتنا حتى واحنا داخل الكنيسه وحتى واحنا بنتمم كل الفروض المطلوبه مننا وبنصوم كل الاصوام وبنصلي كل الصلوات وبندفع كل العشور ومش بنسيب الكنيسه خالص في اسبوع الالام، لكن عندنا هذه الغربه زي غربه الابن الاكبر. هذا الاسبوع وهذه الخبره اللي بنعيشها السنه دي بتفوقنا من الاهتمام السطحي والخارجي بهذا الاسبوع المقدس. فكم مره كنا بنروح على الكنيسه وكل هدفنا ان احنا نصور الاحداث، نصور الصلابوت ونصور دورة الشعانين، وعايزين نصور القربان وناخد صوره جنب الحدث الفلاني ونهتم بالشكليات، واحنا اسمنا في الكنيسه واسمنا مشاركين في الصلوات. كم مره كان عندنا مواقف فيها نميمه واحنا قاعدين في الصلاه على اشخاص او مهتمين بلبسهم او بمظهرهم او بعادتهم، او انا ليا المكان ده محدش يقدر ياخده مني، وهنا يعني تبقى في مشكله كبيره لو انا قعدت غير مكاني في الاسبوع ده. ده مكان انا متعود عليه كل سنه. واحيانا حتى بنهتم بالخدمات الشكليه، ان احنا نكون اشخاص بننظم الاحتفالات، وان احنا نكون اشخاص بنهتم بتنظيم الشكل الخارجي للكنيسه وتزيينها، ونهتم بالتامين المصلين والوقوف في الشارع عشان نقدر نامن المصلين، ونعمل لجان عشان نقدر ان احنا نظبط كل حاجه في الاحتفالات. عشرات المرات ده حصل، واسمنا موجودين في الكنيسه واسمنا موجودين في الصلاه. وهنا فعلا دي خطيئة الابن الأكبر. كم مرة، وهنا لازم يعني تفهموني صح، كم مرة اهتمينا حتى بالألحان، اهتمينا بتتميم الطقوس الخارجية،
وانه الالحان كلها لازم تتقال، وانه القبطي لازم يتقال بالشكل الفلاني، وان احنا لو قصرنا في الالحان ده ما يبقاش عيد. كم مره اهتمينا بتتميم الطقوس وخدنا فيها وقت وعملنا فيها مجهود علشان نرضي ضميرنا، وبنخرج بعد ما نكون عملنا كل التسبيحه وكل الالحان وكل الطقوس، وهي حاجه كويسه، ما بقولش ان دي حاجه مش كويسه، هي حاجه كويسه وبتساعدنا على الصلاه، ولكن وحدها مش كفايه، وحدها مش كفايه. افتكر السنه دي هنتحرر حتى من الطقوس، لازم يكون في مكان لكلمه الله في حياتنا. بنصلي احيانا كتيره في الكنيسه في هذه المناسبات بالاربع والخمس ساعات. قد ايه خدمه الكلمه؟ قد ايه خدمه الكلمه في هذا الوقت؟ ما تزيدش عن ساعه، والناس في الوقت ده يمكن بتبقى قاعده متضرره، يمكن بتقعد وتنام، يمكن بتطلع بره تتكلم مع اي حد او تعمل اي حاجه. في وقت الكلمه، في وقت العظه، هو ده الوقت التعليمي في الليتورجيه، هو ده الوقت التعليمي في الطقوس. لكن احنا احيانا بنهتم اكتر بالطقوس، وانه لازم نقول كل الالحان اللي لازم نقولها في الوقت ده، ولازم كده نتكيف من الالحان، ولازم الالحان كده اللي بنقولها من السنه للسنه، هوشعنا مبارك الاتي باسم الرب سكتتي جم، كل الالحان السنويه اللي هي مناسبه للاحداث السنويه تتقال تمام، ولازم الاناجيل تتقري قبطي وتتقري عربي، ولازم هنا نكتر من الالحان الفلانيه. ده كويس، انا ما قلتش ان هو كويس، لكن لوحده مش كفايه. وبنخرج واحنا عملنا مجهود كبير في هذه العباده، عملنا مجهود كبير في الطقوس، لكن احيانا كمان ابليس بيجربنا في الطقوس، احيانا ابليس بيجربنا في الطقوس، انه يخلينا نعمل هذا المجهود ونهمل كلمه الله، نهمل القرايات المقدسه، نهمل العظه، نهمل الكتاب المقدس، نهمل الانجيل، نهمل كل ده ونركز على التسبيحه والالحان. هي كويسه لكن وحدها مش كفايه. هنا بنحط كل مجهودنا، ويجي وقت الكلمه بيكون تركيزنا ضاع، لان احنا عملنا مجهود 3 4 ساعات في الالحان وفي الليتروجيه وفي تتميم الطقوس وفي تتميم المظاهر الخارجيه وفي تحضير المر وفي تحضير الزعف وفي تحضير الخل وفي غسل الارجل. كل ده كويس لكن لوحده مش كفايه. افتكر ان هذه المناسبه هي فرصة ان احنا نتحرر كمان من الطقوس، وان احنا نتفرغ للصلاة في البيت امام كلمة الله. هنا تماما بنشابه الابن الاكبر اللي بيهتم بخارج الامور، ولكن العلاقة الابوية احيانا كتيرة بتكون مفقودة. عشان كده السنة دي لازم انه زي ما بتقول لنا رسالة اباء السينودوس، أنه نهتم بالصلاة العائلية، لازم نهتم بترجع تاني الكنيسة زي ما بدأت في الكنيسة الأولى، أن كان اجتماع عائلات في بيوت. وهنا اللفظ اللي بيستخدمه القديس بولس الرسول، الكنيسة البيتية، الكنيسة التي في بيتك. هنا نرجع تاني هذا العام للكنيسة البيتية، للجماعات الصغيرة اللي من غيرها ما يبقاش في كنيسة كبيرة، اللي من غير هذه الكنائس الصغيرة ما نقدرش نقول ان في كنيسة كبيرة. فالكنيسة الكبيرة مش في البازيليك ومش في الكاتدرائيات ومش في تصوير التلفزيون ومش في الاحتفالات الخارجية، الكنيسة تبدأ من البيت. وعشان كده هذا العام فرصة لنا ان هنرجع الى الكنيسة البيتية، الكنيسة العائلية، ان رب الاسرة هو كاهن هذه الكنيسة، هو كاهن هذا العيد، هذا العام هو المسؤول عن الاحتفال الروحي للأسرة هذا العام، انه يحضر الكتب المقدسة، انه يحضر القراءات المقدسة، انه يحضر المسبح العائلي اللي فيه الكتاب المقدس، اللي فيه أيقونة، اللي فيه شمعة بتساعدنا على الصلاة، انه يحضر الوسيلة اللي هيصلي بيها مع الكنيسة، اذا كانت بالتلفزيون او بالانترنت، اللي بيها فعلا يقدر يكونوا مشاركين، ان الوقت ده يبقى فعلا وقت صلاة، ما يبقاش وقت نتفرج على البصخة واحنا بنشتغل في الخضار، او نشتغل على نتفرج على القداس واحنا بنشرب الشاي. ده يكون وقت فعلا وقت صلاة كأننا في الكنيسة. فهنا ويقدر يتمم رب الأسرة في البيت بعض المراسم، يقدر يتمم غسل الأرجل للعائلة،
يقدر يتمم غسل الأرجل للعائلة. وفعلا هنا يبقى عشنا هذا الأسبوع بخبرة مختلفة في بيوتنا. العيد لم يلغى، ولكن العيد أخذ شكل مختلف. علينا إن فعلا نستفيد من هذه الخبرة الروحية. يمكن الألحان هتكون قليلة في بيوتنا، لكن في كلمة الله في الكتاب المقدس اللي علينا فعلا إن احنا نقرأ كل هذه النصوص المقدسة في هذا الأسبوع المقدس، وفعلا يكون احتفال مميز، فعلا يكون احتفال السنة دي نستفيد منه بشكل مختلف. عندنا في كنيستنا الكاثوليكية العديد والعديد من الغنى. عندنا الصلاة العائلية اللي كنا بنسميها من 15 20 سنة المذبح العائلي اللي اختفى من عائلاتنا. افتكر انه فرصة كبيرة لنا انه هذه السنة يرجع هذا المذبح العائلي. زي ما قلت ان عندنا من ميزات كنيستنا الكاثوليكية زيارة القربان المقدس اللي اختفت من ممارسات الناس، فرصة ان ترجع زيارة القربان المقدس. اللي عندنا كما يشير قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني المناولة الروحية، ان احنا ممكن فعلا لو بنصلي مع وسائل التواصل وسائل الاعلام في التلفزيون انه فعلا عندنا هذا الاشتياق الروحي ان احنا نتناول، ان احنا فعلا نتناول روحيا زي ما في المعمودية بالشوق. فكل هذه الروحانية موجودة بغنى في كنيستنا الكاثوليكية. جاء الوقت اللي فعلا في نقدر نستفيد من هذا الغنى الروحي اللي مناسب جدا للأحداث اللي احنا بنمر بيها، عشان تظل كنائسنا مفتوحة، الكنيسة البيتية ترجع مرة أخرى وفعلا تاخد عمقها وتاخد روحانيتها، وكمان أبواب الكنيسة الجماعية مفتوحة لأنها إشارة إلى رحمة الله وإلى حضوره فيما بيننا. وعشان نقدر فعلا نكون مداومين على التسبحة ولا نسمع هذه الكلمة أني لا أعرفكم فاذهبوا عني، الكلمة اللي قالها الرب يسوع للعذارى الجاهلات. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين.